يعني انا كنت اروح اسكندريه من ساعه ما انا اتولدت في الشتاء، في الشتاء، وكنت اروح مع امي ربنا يديها الصحه دايما. وكانت اسكندريه دي والله 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 اجمل من مدن كتير في اوروبا، اجمل بكتير، حاله مذهله جميله ببيوتها وعماراتها وفيلاتها وكان فيها فيلات بتتعمل من الخشب كده ما تفهمش، وكانت عايشه وزي الفل وحاجه زي. وطالتها يد الاهمال لعشرات السنين. سيبني من اللي فات، انا من ابناء بتوع احنا ولاد النهارده، لازم 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 يبقى في حمله انقاذ عالميه كده للاسكندريه وطرازها المعماري. ده طراز شديد التميز، شديد الجمال، غير مكرر ولن يتكرر. مهما بنينا مش هنعرف نعمل زي اللي هناك ده. أنا الحقانية دي بجد مش هزار وجع قلبي، فأنا هنتهز الفرصة ونحن نستقبل على التليفون اللي هو محمد الشريف محافظ اسكندرية علشان أشتكيله، مع إن احنا هنتكلم على خدمة الكيو آر كود الموحد علشان الناس تقدر توصل لكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن السكندري إلكترونيا. هبدأ بده وبعدين أشتكيله. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير والسبيل. ازاي الصحة للسادة المشاهدين، وشكرا على الحديث الرائع والتنسيق الحضاري واحتياج اسكندرية لتنسيق جديد خلال الفترة القادمة ان شاء الله. وزي ما اشرت سعادتك، سنين من العشوائيات مرت على اسكندرية اثرت عليها تأثير كامل. ولكن خليني اقول لك، انا احب ابدأ الحديث، أنا لسه راجع من شرم بالأمس. يا بختك. وكنت مشارك في كاب 27، وكان في لقاءات هامة جدا، وكان في لقاء مع خالد بيفودة محافظ شرم الشيخ، محافظ جنوب سيناء. وخلينا أقول لك أيضا، إحنا كنا في زيارة عشان موضوع المناخ في لمدينة فيينا في النمسا من حوالي شهر ونص تقريبا. وفي أول اللقاءات اللي حضرناها هناك كانوا بيقولوا فيينا المدينة الأنظف والأجمل ورقم واحد على مستوى العالم على مدى 10 سنوات متتالية. وخلينا أقول لك صدقا وبرؤية بصرية ومشاهدة مني ومشاهدة من الوفد اللي كان معايا، أقسم بالله كان شرم الشيخ أجمل من فيينا. أصدق جدا من غير حلفان. بقول لك بأمانة وصدق. صدق يا فندم. مثال يحتذى به في العالم كله للمدينة الرائعة، فائقة الجمال، فائقة النظافة، كل اللي فيها كان أجمل من معظم المدن الأوروبية بشكل غير عادي. ودي البداية اللي أحب أبدأ بيها. قدرنا نعمل، والدولة قدرت تعمل، المحافظ والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قدروا يعملوا شرم جديدة رائعة الجمال، تختلف تماما عن شرم اللي احنا كنا بنشوفها السنوات الماضية. وكل ده تم في خلال شهور، وده هو الإنجاز الأعظم لمحافظة جنوب سيناء وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي كانت بتشرف على الجرين زون، وهي اللي عملت الممشى والميادين. حاجة رائعة تفوق الخيال. أتمنى كل مصري يشوف مدينة شرم الشيخ والاستقبال الرائع للوفود الأجنبية. 156 دولة مشاركة فيها، أكثر من 40,000 ضيف حلوا على شرم في كاب 27. دي البداية اللي أبدأ بيها. طب أنا هزود حتة صغيرة عشان دي بقى الشهادة، والشهادة لله. أنا قلت حضرتك قبل كده أنا بروح اسكندرية كل أسبوع، لازم أروح كل أسبوع. حضراتكم في الأسكندرية كان عندكم أعمال بنية تحتية في شارع قناة السويس والكورنيش طريق الجيش، واتحفر الشارع واتعمل أعمال عظيمة جدا. زمان يا فندم كان لما بتتعمل حاجة زي كده كنا نقعد بعدها 9 سنين الشارع ما يتسفلتش. فأنا لقيت إنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وتم الانتهاء من إعادة رصف وسفلتة الشوارع، رجعت حتة حرير بسرعة. دي شهادتي أمام الله، فأشكرك يا فندم. خليني ده بيخليني أتكلم عن المشروع الضخم جدا اللي بتعمله الدولة لمحافظة اسكندرية، يمكن بإشراف
كامل من دولة رئيس الوزراء. احنا بنعمل في اسكندرية حاجة اسمها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار. المشروع الضخم ده عبارة عن فصل شبكة مياه الأمطار تماما عن الصرف الصحي، عن شبكة الصرف الصحي، عشان نستفيد بكل قطرة مياه بتنزل عندنا، وده كان توجه فخامة الرئيس. المشروع الضخم ده مجموعة مراحل، المرحلة الأولى منها فقط 9 مشروعات، اللي انتهينا منه في خلال 3 شهور هو 3 مشروعات من المرحلة الأولى اللي هي بتضم 9 مشروعات. الثلاثة دول فقط بس كانوا في قناة السويس وجوران و3 مشروعات على الكورنيش، ورغم ان احنا كنا في شهور الصيف وزحام الصيف المعروف في اسكندرية، ولكن اضطرينا ان احنا نعملهم، ويبقى ما فيش يعني السيولة في الحركة المرورية كانت صعبة جدا، وكانت اهل اسكندرية وضيوف اسكندرية بيعانوا من الكورنيش، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا، ومن خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أتممنا 3 مشروعات بنجاح، وأجرينا تجارب عليهم عشان المصبات اللي بتنزل على البحر. خليني أقول لك، المشروع الضخم ده هيحول كل مياه الأمطار إن شاء الله إلى الدلتا الجديدة. الله. اسكندرية بتعاني من البنية التحتية متهالكة تماما، وكان لابد إن احنا نبدأ بالبنية التحتية ونعمل الحفر في الشوارع، وخاصة شارع الكورنيش وقناة السويس والشوارع الجانبية للكورنيش، عشان نبدأ نشتغل صح. سعادتك اتكلمت مع الدكتور خالد قاسم في المباني الرائعة والجميلة. اسكندرية متفردة في هذا الأمر، وحدث خلال سنين العشوائيات الماضية ان العديد من المقاولين شالوا المباني التراثية الجميلة دي وبنوا مكانها أبراج عالية 20 دور و25 دور، ووصلنا ل 30 دور في شوارع ضيقة ضيعت الجمال اللي كان موجود في اسكندرية. صح. ولكن الدولة مهتمة جدا، مش عاوز أقول لك، أنا من يوم توليت المسؤولية احنا عندنا مجلد اسمه مجلد التراث، بيضم جميع المباني التراثية في اسكندرية الجميلة اللي بتشوفها سعادتك دي، وممنوع منعا باتا حد يقرب منها، وفي متابعه عليها عشان المباني دي هنرجع شكلها الجمالي مستقبلا. اتكلمت عن شارع فؤاد وشارع النبي دانيال. خليني اقول لك، والحقانيه، شارع النبي دانيال ده اقدم شارع في التاريخ، اقدم شارع في التاريخ. بكررها، اسكندريه أقدم سكندريات العالم. صحيح. إحنا عندنا في العالم، مستوى العالم 54 اسكندرية تقريبا، أقدم سكندرية فيهم كوزموبوليتان اسكندرية المصرية، اللي فيها هذه المباني الفخمة الجميلة اللي مش موجود زيها في أوروبا، ويمكن شفت في بعض الشوارع في فيينا مباني مماثلة تماما للمباني اللي عندنا. إحنا بنحافظ حاليا على التراث وبكل قوة، وأي حد بيقرب من المباني دي بنعمله محضر ونبعته النيابة مباشرة عشان نحافظ على البقية الباقية اللي موجودة في اسكندرية. حلو. صدقني شوارع اسكندرية خلال الفترة القادمة ومستقبلا هتكون مماثلة للشوارع اللي في المدن الأوروبية القديمة. أيوة بقى. بنعمل جاهدين. شارع فؤاد ده بدأنا فيه بالفعل إن احنا بنعيد ليه تراثيته. كل المباني في شارع فؤاد خلال الفترة القادمة هتدهن بالألوان الطبيعية اللي كانت عليها الأصلية بتاعت المباني. فيها المتحف الروماني اللي إن شاء الله هيبقى له افتتاح قريبا من فخامة الرئيس. فالشارع ده كله هنرجعه كما كان، وإحنا شغالين فيه من شهرين تقريبا. في مباني كتير ضخمه تابعه للاصول العقاريه لوزاره قطاع الاعمال. حلو. تم التنسيق مع السيد وزير قطاع الاعمال وشركه مصر للاصول العقاريه عشان نبدا من خلال المتخصصين نرجع التراثيه والجمال. أيوة. لهذه المباني. ايوه بقى. في عشوائيه وبقى عجائبين. الشوارع فيها مشاكل. انا عندي اكتر
من 99 سوق عشوائي يملأوا جنبات اسكندرية على مدار السنين العشوائيات اللي احنا شفناها قبل كده. احنا تعداد اسكندرية 5,400,000 نسمة، دول أبنائها اللي مقيمين ومعاهم بطاقة بتقول انهم من اسكندرية، غير الوافدين من محافظات اخرى. 1.5 مليون مواطن مقيمين في اسكندرية من المحافظات المجاورة ولهم بيوت وشقق هنا، دول بالإضافة لعدد السكان، يبقى إذا أنا عندي حوالي 7 مليون نسمة، ده غير ضيوف الصيف اللي بيجونا في حدود 3 مليون نسمة يوميا. فإذا أنا اسكندرية الصغيرة الجميلة دي بمبانيها الفخمة بتضم 10 مليون نسمة تقريبا في شهور الصيف. طبعا العدد ضخم، حمل عدد كبير، حمل كبير. التغيرات المناخية اللي حدثت على مستوى العالم، واللي كان المؤتمر الرائع اللي في شرم الشيخ، كنا بنشرح ازاي محافظة اسكندرية معرضة للخطر نتيجة التغيرات المناخية. ما تتخيلش العواصف والرياح في خلال النواة بتبقى قوية قد ايه، تؤدي الى سقوط مباني وبيوت قديمة وبلكونات وسقوط الاعلانات. ارتفاع الامواج الى 5 متر، وده ما بيحصلش الا نادرا، بيؤدي الى ان المية تنزل على الكورنيش بالكامل. الحارة الابلية والحارة البحرية، طيب مشكلة المياه دي بتقابلنا صعوبات عديدة جدا، زي كل الامواج اللي بتضرب المياه دي في الكورنيش بتبقى كلها محملة بالرمال، الرمال دي بتؤدي الى بترسب جوه المواسير الصرف الصحي. ولذلك كان المشروع الضخم اللي انا اتكلمت عليه في الاول، ان احنا نفصل ازاي مية المطر عن مية الصرف الصحي. طيب كميات الامطار اللي بتنزل علينا اللي بتصل الى 10 مليون واحيانا وصلت في يوم من الايام 18 مليون متر مكعب، وعندك شبكة الطاقة الاستيعابية بتاعتها 1.9 فقط، يبقى انا قدامي 17 مليون متر مكعب عاوز اشيلهم من شوارع اسكندرية. باخد ايام لغاية ما يتم الرفع، تبدأ النوة اللي بعدها تيجي تزود الطين بلة. كل ده الدولة بتفكر للمستقبل، بتفكر لاسكندرية 50 سنة قدام. اتكلمنا في مشروعات ايه اللي احنا بنعملها اسكندرية، وخلال يمكن الايام القادمة هنكون انتهينا من محطة مصر بالفعل. حلو. لم يتبقى الا رصف الميدان، وهيتم الافتتاح ان شاء الله في اقرب فرصة. لو احنا هنيجي نصور برضو يا سيادة اللواء، يعني اسمح لنا، هنبقى عايزين نيجي ونصور وبرضو نلتقي مع حضرتك ونعمل لفة كويسة كده جوه اسكندرية. حقيقي ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا، وانا اعتقد ان احنا يعني الشتاء اللي احنا مقبلين عليه ده هيبقى شتاء هادي على الاسكندرية بعد اعمال رفع الكفاءة والتطوير اللي حصلت. اشكرك جدا يا فندم، يعني مش عارف اشكرك ازاي حقيقي، سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.